والله سبحانه وتعالى حدثنا عن بعض المصائب التي تصيب الناس وهي ابتلاءات من الله سبحانه وتعالى، فقال سبحانه وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، ثم قال الله سبحانه وتعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فمعنى هذا أن هذه الابتلاءات سواء كانت في الأنفس أو الأموال أو الجوع أو الخوف كله بقضاء الله سبحانه وبقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره، ما يصيب الإنسان من مصيبة إلا هي في كتاب، إلا بقدر الله سبحانه وتعالى، إلا بقدر الله سبحانه وتعالى. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال: قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، ثم قال ماذا، ما هي يعني النتيجة؟ قال: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون.